كونيتشيوا مينا، اتمنى ان تكونوا باتم الصحه والعافيه. واليوم رجعت لكم بمقطع جديد يلي راح نتحدث فيه عن الانمي الجديد والذي الجميع يتحدث عنه، وهو انمي سباي اكس فاميلي. وبدون مقدمات طويله يلا بينا. انمي سباي اكس فاميلي من انتاج استوديوهين ويت وكلوفر ووركس، وتدور قصة الانمي عن الجاسوس يدعى الشفق. كان يقضي كل ايامه في مهام سرية، وكل تلك المهام كانت لاجل تحقيق السلام العالمي. ولكن في يوم من الايام اتت اليه مهمة صعبة من منظمته، وفي هذه المهمة يجب عليه التحقيق في السياسي يونوفان ديزموند من خلال التسلل إلى مدرسة ابنه الأكاديمية إيدين المرموقة. وبالتالي يواجه الشفق أصعب مهمة في حياته المهنية، حيث يجب عليه الزواج وإنجاب طفلة ولعب دور الأسرة. ولكن سرعان ما يتبنى الشفق أو لويد يوفورغر اليتيمة المتواضعة آنيا لتلعب دور ابنته، تبلغ من العمر 6 سنوات وطالبة في أكاديمية إيدين. وبالنسبة للزواج يلتقي لويد بيورو برايرا، عاملة في مكتبة شاردة الدين وتحتاج إلى حبيب خاص بها لإثارة إعجاب أصدقائها. ومع ذلك فإن لويد ليس الوحيد ذو الطابعة الخفية، فحتى يورو في الحقيقة هي قاتلة ملقبة بأميرة الأشواك. وبالنسبة لها الزواج من لويد يخلق لها الغطاء المثالي لمهمتها. وفي هذه الأثناء ليست آنيا الفتاة العادية التي تبدو عليه، فإنها خضعت لتجارب سرية تسمح لها بقراءة عقول الناس. وعلى الرغم من أنها تكشف عن هويتها من حقيقية، إلا أن آنيا تشعر بالسعادة غامرة لأن والديها الجدد عملاء سريون رائعون جدا. وعلى الرغم من أن لويد ويورو محتلين وغير جيدين وهم يلعبون أدوار فقط، إلا أنهم سرعان ما يجدون أن الأسرة هي أكثر من مجرد علاقة دم. وتصنيف هذا الأنمي هو أكشن كوميديا وشونين. والآن سأتحدث عن الشخصيات الرئيسية في الأنمي. والشخصية الأولى معنا وهي شخصية آنيا، فتاة صغيرة يمكنها قراءة أفكار الآخرين، وهي الوحيدة التي تعرف الوضع العام لعائلتها، وتبلغ من العمر 6 سنوات، ولكنها في الأصل كانت موضوع اختبار بشري يدعى الموضوع 007، وقد هربت لأنها كانت تشعر بالإشمئزاز من حياتها التي لا تستطيع فيها التصرف كطفلة. وبالإضافة إلى أنها لم تتلقى تعليمات مناسبة، فهي لا تجيد الدراسة، ولكنها تعودها عن طريق قراءة عقول الآخرين للحصول على إجابات. وهي تحب أيضا أنمي الجاسوس، وتعتقد أن أي شيء يتضمن أسرار ومهام يكون مثيرا جدا. والشخصية الثانية معنا وهي شخصية يورو برايرا، هي واحدة من الشخصيات الرئيسية في الأنمي، تعمل في المكتبة لكنها في الحقيقة قاتلة ماهرة جدا. وتمتلك يورو قوة مذهلة، حيث أنها قادرة على اختراق جمجمة الإنسان بسهولة. وأيضا وافقت على التظاهر بأنها زوجة لويد ووالدة آنيا من أجل مساعدته في الوصول إلى هدفه وكذلك أهدافها. ويورو لديها شقيق صغير يدعى يوري، وهو موظف حكومي ولديه حب مفرط لها كثيرا. والشخصية الثالثة معنا وهي شخصية لويد فورغر، وهو جاسوس سري كلف بمهمة إنساء عائلة من أجل التسلل إلى السياسي باسم دونوفان ديزموند. وهكذا تمكن من خلال 7 أيام فقط من تبني ابنة تدعى آنيا وتزوج امرأة تدعى يورو. والآن سأتحدث عن الرسم والتحريك في الأنمي. الرسم في الأنمي رهيب جدا، لأنه نحن جميعا نعرف أن استوديو ويت وكلوفر ووركس يبدعون في الرسم والتحريك كثيرا، وحتى القوستات كانت جميلة جدا. وأيضا أنا أنصح بهذا الأنمي لأنه نزلت منها 10 حلقات لحد الآن. وإلى هنا ستكون نهاية المقطع، أتمنى أن ينال إعجابكم. وأيضا يوجد مقطع جديد قادم في الطريق إن شاء الله. وكان معكم أكرم تيل، دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام. شاب عادي بدايته عاش الطفولة زي أي طفل في هالكون، ما يهتم باللي يقول، الفرح كان عنوان والزعل لتفه أسباب، كان يزعل لما الوالد ما يشتري له ألعاب، يبكي لو إنه عن حضن أمه أختفى، يحس بالضياع حس نور الشمع انطفى، يبغى يكون بين أمه وأبوه دايم في بعاده.